بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيافينا راشا ميليسا كهنا. اليوم ان شاء الله في سلسلة فيديوهات تنظيف المنزل ولا تسيير البيت. يعني لقيت استحسان كبير منكم وقلتوا لي يعني كثرينا من هذا النوع من الفيديوهات. بيان سور الانسان يعني يحب ياخذ ولو دي زيدي حتى واذا كان ما طبقهمش، معليش تكون عنده فكره. هنايا فوق الروبينين نحب نعلقهم باش نحط فيهم يعني هذوما الحوايج اللي يكونوا طوال، يعني كيما لي بينسو ولا هكا لي كوتو طوال، ولا هذو تاعنا يعني عندهم بلاصه مليحه ويرفدوا ينقصوا علينا بزاف الحوايج، سورتو اللي ما عندهمش لي تيغوار. يعني الفكره انك ديري ان كروشي هنايا وتعلقيه ديريكتومون فيه، وانا طوندو يعني حتى ينشفوا ونخبوا. فوالا، حتى في لاسال دو بان يعني كاين اللي عندهم هاد لي زارتيكل هادو اللي نحطوا فيهم دونتيفريس بروس ادون، وكاين اللي يعني تكسروا ولا حاجه بلاستيك تقدروا تستعملوا هاد لي زليمون اللي وريتهم لكم اون بلاستيك، تشريو دو كولور وحده تحطوها يعني بور لي بروس ادون، وحده تحطوها هكذا بور لي دونتيفريس، ويعني صافي لافير. فهذه يعني تانا فكره نعطيها لكم باش تزيدوا تعرفوا هاد لي بو هادوما فاش نقدروا نستعملوهم. الوغ من بين تانا النصائح والحيل يعني لي زاستوس اللي نقدر نعطيهم لكم تري تري سامبل، على بالي كاين بزاف اللي حيقولوا لي يعني سي دي زيدي يعني تري بانال، بصح انا نقول لكم ممكن كاين بزاف اللي ما يعرفوهمش. الوغ بالنسبه هنا ساك دو كونجيلاسيون، كاين بزاف يعني اللي يشرو لي ساك دو كونجيلاسيون يولينا بزاف ما نستغناوش عليهم. واش ندير؟ الوغ انا عندي هنا لو بلاكار، هذا البلاكار يعني من الجهه الدخلانيه، يعني هذا البلاكار راه يتفتح ويتغلق، انا نديرهم من الجهه الدخلانيه. ندير هكذا مسمار يعني مسمار بسيط يعني صغير، هذا اللي يعني تفيسا غير دوروه هكا باك مع الخشب يتفيسا، ونعلق فيه كما قلت لكم لو باكي تاع لي ساك. فوالا هكذا، ونغلق لو بلاكار تاعي. دائما كي نسحق لو ساك نجي نجبد هكذا، يعني كل خطره راح نجبد برك لو ساك. في كل مره نجبد كيما هكا بهاد الصفه، يعني مانيش حان نقعد نحوس على لي ساك تاعي، مانيش حان نخرب باش نجبدهم، تقعد الحاله نظيفه كل مره نجبد كل مره نجبد حتى يخلصوا. سي توني دي تري سامبل، ديروها داخل البلاكار باش يقعد دائما مخبي. بدي نعطيكم فكره يعني تري براتيك، السيدات اللي يحبوا يكونوا يعني مزروبين ويحبوا يطيبوا يعني بسرعه ويربحوا الوقت، قولوا نحكموا كل حبه ونرمدوها في الفرينه. هنا عندي واحد الخدعه صغيره ولا حيله صغيره نقدروا نقولوا، نجيبوا كيس بلاستيكي يعني ساك دو كونجيلاسيون هكذا، ونعمر فيه كميه تاع الفرينه، ونبدا نرمي فيه هكذا حبات تاع الحوت كما راكم تشوفوا هنا. شوفوني حنرمي يعني نقدر نرمي حتى العشرة حبيبات، نربح الوقت سورتو بوغ لي بيرسون شويه مانياك ما يحبوش يخرجوا يفيهم. هذه الفكره راح تساعدهم، مي بوكو بلوس بوغ لي بيرسون يكونوا مزروبين. ها فوالا، نخلط هكا مليح تري بيان هايلك، ونجبد الحبات تاوعي هكا ننفضهم شويه باش ما ديرليش بزاف ريحه الفرينه في الزيت ودي شيطنا هكذا. شوفوا كيفاش نتحصلوا على الحبيبه مغلفه ما شاء الله، بلا ما يعني كونو خسرنا الوقت ديريكتومون. هذه حيله نستعملها نربح بها الوقت كي نقلي السردين ولا الحوت. فوالا هاديك ها تجبدوه تلقاو كل حبه شبعت في الفرينه بلا ما ضيعوا الوقت. هذه حيله بسيطه ان شاء الله انها تكون عجبتكم. تقدروا كما قلت لكم تعمروا حتى يعني 10 حبات على فوا. ودوكا نزيد كي نكمل هادو نحيهم عامليك، نزيد نكمل لاسويت هاوليك. الحوت تاعنا راه واجد يستنى غير باش نقليو. هادي كانت من بين الحيل المنزليه. الوغ من بين الافكار تاعنا اللي نحب نوريها لكم لو فور تاعكم، جو بو دير لا بلاك ولا لا كوزينيير تاعكم، يعني هنا راهي لا بلاك راهي في حاله، يعني كنت نطيب فيها طيبت فيها كاع لي لي فو كانوا شاعلين. هنا من بين النصائح اللي لقيتها يعني تري تري براتيك، شوفوها كيفاش راهي حتشوفوا كيفاش تولي. يعني غير طفوا النار وهي سخونه، كساسوا يعني لا بلاك ولا الكوزينيير تاعكم وهي سخونه، نديروا لها لي برودوي كل وحده باش تحب تنقي البرودوي تاعها. هنا فوزافي روماركي بلي لا فابور راهي تخرج. فوالا،
هاد الشيء راح يساعد باش الدهون يتنحاو لنا تمتم، لانه الدهون قد ما يبردوا قد ما يزيدوا يشدوا في الكويزينير تاعكم. هاي ليك لا بلاك تاعنا ولا لوفور ولا الكويزينير تولي يعني ما تعذبناش في الخدمه تاعها، يعني اللي دام كما قلت لكم يتنحى فاسيلمون كي تكون لا بلاك تاعكم سخونه. هنا الاواني هذوما تاع الالومنيوم، هنا يعني لي بلاك ولا لي بلاطو جو دير ولا لي مول كيما راكم تشوفوا هذا المول، لانه لما تغسلوا الماء تاعكم زعما هذا طيب فيه اي حاجه، لما تغسليه ما تخليهش يقطر، يعني ما تحطيش وتخليه يقطر. الاواني هذوما ديريكتومون شعل لو فور، خلي لو فور يسخن شويه ومن بعد نطفيه وندخل فيه هذه الاواني ونخليهم ينشفوا تمتم في هذيك السخانه. السخانه هذيك لا شالور تاع لو فور هي اللي راح تنشفوا، يعني بدرجه انه مستحيل انه يتسنجر، يعني الماء ماهوش حيتحجر عليه وما راهوش حينشف عليه، هذاك الماء راح يتبخر في لو فور. فهاد الاواني يعني في الغوا تاع لافيسيل عندنا هاد لي لافيت، لي انا يعني لقيت هاد لافيت لقيتها هايله، يعني راهم يتباعوا. وهاي ليك يعني لا مارك تاعهم باش تشوفوها، هاي ليك ها لا مارك تاعهم. هاد لي لافيت ال سون فريمون مانيفيك، كي نقول لكم هايلين يعني هايلين. هاد لا لافيت يعني حتخليك تستغني بزاف على هذاك الاجاكس اللي نحكوا به الماء اللي قادر يعني يخسرنا مثلا لي بوال، يعني دو بون مارك، يعني كيما كاين يعني دي ماتيير اللي ما لازمش نحكوها بهذاك الاجاكس ولا هذاك الالومنيوم، فحتستغني عليهم وتخدمي بهاد لا لافيت. هاد لا لافيت الي فريمون مانيفيك، نوصيكم تشروها، يعني ماكوش حتندموا عليها. راني صورت لكم لا مارك تاعها عليك. برك حبيت نقول لكم انها تشد يعني مده طويله، اللي عجبني فيها انها تشد مده طويله. صدقوني صدقوني انها راهي معايا، هذه لابلو اللي راكم تشوفوا فيها راهي معايا منذ العيد الكبير، منذ عيد الاضحى يعني حتى دركا راهي شحال من شهر. يعني مع الوقت بتبدا تدبال، لكن يعني ليبونج اللي فيها لداخل برك هو اللي يدبل، مي هي من برا تقعد توجوك حرشه يعني وتحك خير خير، ياك تسمعوا يعني شحال حرشه. نحك بها لا كوكوت، نحك بها لا بلاك، نحك بها كلش. حبيت برك نعطيكم هنايا عفسه يعني تالما تعجبني من برا وما تخسرش. الوغ كيما قلت لكم ما نقدرش نرميها وهي مازالها، شوفوها شحال مازالها. هذا هو الشيء اللي عجبني فيها، مازالها حرشه من برا ومازالها الف خط. فواش ندير، نفتحها من الداخل وندخل فيها ايبونج، فوالا ايبونج لافيت اللي يجوا فيهم ليبونج، ومن بعد يعني راني راح نعاود نخيطها. والا تقدروا تخلوها هكا يعني باش نعاودوا نرجعوها بنبونه تتعمر لنا. القصد من هذه العمليه انه لما تتعمر تولي تلفت الرغوه. قوني هذا النوع هايل براتيك، هاي ليك انا اللي شاريه هادو مزوج، على بالي بلي حيزيدو يشدو لي، او الباكي يجي فيه زوج، على بالي بلي حيزيدو يشدو لي مده طويله طويله. هاد لو كونساي ما قدرتش نخليه في قلبي ولازم نتقاسمو معكم. انا من بين الافكار اللي نقدر يعني نفيدكم بها يعني بالنسبه للحوض اللوفي تاعكم تاع لا كوزين، كاين بزاف يعني هنا لو بروبليم سوبوز هنا في البلاصه، يعني اللي يسيح منها الماء كاين بزاف اللي عندهم مشكل يعني تبوشه لهم، يقول لك راهي تغفو للماء. فكاينه يعني اون استوس اللي يعني ماهيش راح تكلفكم حتى حاجه، اللي هي القهوه. معروف بزاف على هاد القهوه، التلوه تاع القهوه، يعني التلوه اللي يديروا هاد الغلطه يرموها في لابوبيل، كو هي التلوه تاع القهوه مليحه بزاف. فوالا لا يعني مليح اكونديسيون كيما راكو تشوفو، نحط التلوه تاع القهوه نفرخها هنا ونشعل لها، نحط فوقها الماء سخون. وفي الاخير عندنا هاد الفكره اللي عجبتني بزاف، هاد لي بورا هم يتباعوا باحجام يعني كبيره كيما راكو تشوفو، كاين بزاف اللي يشوفوا كيما راكو تشوفوا. هذه الفكره اللي عجبتني بزاف نحط فيهم لي بو، لي بو يعني الفكره يعني عجبتني بزاف، حبيت نقسمها معكم لو انها يعني فكره بسيطه بزاف. الفكره بسيطه كيما قلت لكم ولكنها شابه بزاف عجبتني، فحبيت يعني اكيد كاين اللي حتعجبهم ويعني
يزورون دي زيدي باش يستعملوا كي تشوفوا هاد لي باني شريوهم اذا عندكم يعني كوغارسين هكا دي بلانت تقدري وصافي يعني ان ستيل في لا ديكوراسيون تاع البيت تاعك. نتمنى بيان ان شاء الله تعجبكم الفيديو تاع اليوم اللي كانت قصيره وبسيطه في نفس الوقت. ان شاء الله نزيد نقرا تعليقاتكم والحاجه اللي تعجبكم واللي تحبوا تشوفوها يا با دو بروبليم اكتبوا لي تعليقاتكم تهمني وان شاء الله انكور دوتغ فيديو في هاد لو جوغ من تدابير البيت وتسييره. يا انت تهلاو في روحتكم ميليسات على بروشين ان شاء الله وسلام.